صباح الخير متابعينا في الأردن. نهار اليوم الأحد بإذن الله ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة، ولكن تسود أجواء باردة نسبيا، وهناك أيضا أجواء غائمة جزئية واحتمالية لهطول زخات الأمطار في مناطق محدودة من المملكة. أما في خليج العقبة تكون أو يكون ارتفاع الموج خفيف ومعتدل بين 20 و 30 سنتيمتر، ودرجة الحرارة أو حرارة المياه 21 درجة مئوية. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله نهار اليوم الأحد على العاصمة عمان؟ 16 مئوية مع أجواء غائمة، والملموسة أيضا 16 ونسبة الرطوبة 96%، وسرعة الرياح 12 كيلومتر في الساعة لتكون غربية خفيفة السرعة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة؟ إن شاء الله ابتداء مع المنطقة الشمالية وقرب 19 نهارا 9 ليلا وأجواء غالبا غائمة، والمفرق 19 9 أيضا، وجرش 17 نهارا 8 درجات ليلا مع أجواء غائمة جزئية، وعجلون أجواء غائمة جزئية 16 نهارا و 8 درجات مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. أما مناطق الوسط والعاصمة عمان نهارا 16 ليلا 11، كل ما البلقاء الزرقاء ومادبة بين 19 و 17 نهارا، وتنزل بالليل 9 درجات مئوية وأجواء غائمة جزئية، والبحر الميت 24 نهارا مع أجواء غائمة جزئية و 17 درجة بتسجلها ليلا. أما مناطق الجنوبية والكرك 14 نهارا 8 ليلا، الطفيلة 15 نهارا 10 ليلا، وجبال الشراه 14 نهارا 9 درجات ليلا، ومعان 18 نهارا 9 ليلا، أما العقبة 21 نهارا و 14 درجة بتسجلها ليلا، وأيضا في هذه المناطق أجواء غائمة جزئية بإذن الله. أخيرا مع المناطق الشرقية وكل مرويشد الصفاوي والأزرق، درجات حرارة بين 22 نهارا و 20، أما ليلا بتنزل ل 11 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئية بإذن الله، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. متابعينا بدي أذكركم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من طقس العرب، ولاقونا في باقي تفاصيل نشراتنا القادمة بإذن الله. إلى هنا، إلى اللقاء.